نحن اليوم بفضل الله ومنه في وادي الخير، كان يعرف قديما بوادي بقرة، هكذا تنطق عندهم. والحمد لله الحكومة، أسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والسداد، أرادت أن تغير هذا الاسم إلى اسم يعني مبارك، اسم حسن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، فجعلت اسم هذه الوادي بوادي الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا من فضله.